وعي تعانق باجتهاد والله أكرم. جاء منصوبا كما تلاحظون، يا حرف نداء مبني على السكون، سائق منادى منصوب، وعلامه نصبه فتحه ضافه على فعله، وهو مضاف السيارات مضاف اليه، مجرور وعلامه جره كسر الضمير على اخره. المثال التالي: اي صديقي انتبه للدرس. صديقي منادى مضاف، وكما تلاحظون كلمه صديقي جاءت متصله ياء الإضافة، والياء هي ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. النوع الثاني شبيه بالمضاف، مثال: يا محبا الألعاب أبحر في عالم الإنترنت. محبا جاءت بعد أداة النداء، محبا هي منادى شبيه بالمضاف كما تلاحظون، يا محبا الألعاب، إذن فجاءت كلمة محبا جاءت منصوبة. أيضا يا طالعا جبلا إحدى، فطالعا منادى شبيه بالمضاف. المثال الثالث نكرة غير مقصورة، مثال: يا مسافرا رافقتك السلام. فكلمة مسافرا هي نكرة غير مقصودة، لأننا لا نقصد مسافرا معينا. ولاحظوا معي جاءت منصوبة، إذا فهي نكرة غير مقصودة. يا حرف نداء مسافرا منادى نكرة غير مقصودة، منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره. المثال الوالي المتعلمين أنصتوا. متعلمين أو كلمة متعلمين هي جاءت منادى نكرة غير مقصودة، وجاءت منصوبة بالياء كما تلاحظون، وعلامة نصبها الياء لأنه جمع مذكر سالم. النوع الثاني من المنادى ما هو المنادى المبني على الضم. يكون المنادى مبنيا على الضم في محل نصب إذا كان نكرة مقصودة. مثال: يا مسافر رافقتك السلام. هنا نقصد مسافرا بعينه. لاحظوا معي الفرق بين النكرة المقصودة والنكرة الغير مقصودة. يا مسافرا لا نقصد مسافرا بعينه، إذا فجاءت هنا منصوبة، إذا فهي نكرة غير مقصودة، وهنا قلنا يا مسافر منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. النوع الثاني من المنادى المبني على الضم هو العلم المفرد. مثال: يا علي تمهل في سيرك. فكلمة علي هي علم مفرد وجاء مبنيا على الضم في محل نصب. أيضا يا محمد انتبه للطريق، فكلمة محمد هي منادى على مفرد مبني على الضم وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. هناك إشارة: الاسم المبدوء بأل ننادي عليه بأيها للمذكر وأيتها للمؤنث، على أساس أن تكون كل منهما هي المنادى، والاسم المعرف بأل بعدهما مرفوعا يأتي مرفوعا على أساس أنه صفة. مثال: يا أيها الناس التزموا النظافة. فكلمة أي قلنا في القاعدة أن الاسم الذي يأتي مباشرة بعد أداء النداء يعرب منادى، فكلمة أي هنا ستصبح هي المنادى، ولاحظوا أنها جاءت نكرة مقصودة، جاء مبنيا على الضم في محل نصب. إذا يا حرف نداء مبني على السكون، وأي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. ها حرف
به، والاسم الذي يأتي بعد أي واو أيتها يقرأ دائما نات. إذا فكلمة الناس نات تابع للمنعود في رفعه. وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد، والأمنيات غزيرة كانت.